واشنطن تؤكد أن التحقيق الأممي في القمع بإيران دليل على الالتزام الدولي بمحاسبة النظام، وطهران تعتبره خطوة معادية. أهالي المعتقلين يحتشدون أمام سجن إيفين بطهران، والنظام يلجأ للإصلاحيين أملاً في إنهاء الاحتجاجات. العراق يبدأ بنشر تعزيزات على الحدود مع تركيا وإيران وسط ترحيب كردي. أهلا بكم مشاهدينا. وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل بعثة لتقصي الحقائق في قمع الاحتجاجات التي تشهدها إيران. قال المجلس إن القرار اتخذ بموافقة 25 دولة واعتراض 6 دول وامتناع 16 عن التصويت. اتهم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تيرك الحرس الثوري وقوات البسيج بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، مؤكدا أن حصيلة قتلى الاحتجاجات تجاوزت 300 شخص بينهم 40 طفلا. انتهاكات صارخة حتى وإن حاول النظام الإيراني إخفاءها أو إنكارها، تبقى الصورة دليلاً ووصمة توثق ما طال المحتجين من عنف وتنكيل. منذ أكثر من شهرين علت أصوات المتظاهرين وصدحت بها شوارع إيران، صوت بات صداه مسموعاً دولياً. منهم من ندد بتجاوزات السلطات الإيرانية، ومنهم من دفع بقرارات لكبحها. العقلية القديمة لأصحاب السلطة في مجابهة الاحتجاجات لا تنفع، بل على العكس تفاقم من الأوضاع. نحن الآن نواجه أزمة على أعلى المستويات على صعيد حقوق الإنسان في إيران. اجتماع مجلس حقوق الإنسان ناقش القمع الدامي للتظاهرات التي تهز إيران، وأفضى إلى إقرار مبدأ فتح تحقيق دولي بشأن الوضع في البلد، أمر تشاركت فيه معه منظمة العفو الدولية التي دعت إلى تفعيل سريع لآلية التحقيق والمساءلة فيما تعرض له الآلاف من الإيرانيين، ووقف أعمال القتل خارج القانون والإخفاءات القسرية والعنف الجنسي. الوضع في إيران يستدعي قراراً حاسماً بإنشاء آلية مستقلة للتحقيق والمساءلة بشأن إيران، لجمع وحفظ الأدلة على الجرائم المرتكبة والتصدي للإفلات من العقاب، وإرسال رسالة واضحة إلى السلطات الإيرانية مفادها أن جرائمها بموجب القانون الدولي لن تمر بعد الآن بلا رادع. منظمة Human Rights Watch لفتت إلى أن النظام الإيراني لن تردعه مجرد تنديدات لفظية، وأن الوضع المتفجر في إيران يحتاج ردة فعل حاسمة. ينبغي لمجلس حقوق الإنسان الأممي تسليط الضوء على القمع المتزايد وإنشاء آلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات الحكومة الإيرانية ومحاسبة المسؤولين. رغم الكم الهائل من الأدلة التي تدين النظام الإيراني بالجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين، والتي دفعت أعضاء مجلس حقوق الإنسان الأممي بالدفع نحو الموافقة بتشكيل لجنة تقص للحقائق حول قمع الأمن الإيراني، إلا أن السلطات في طهران تواصل عملية الإنكار وتتهم الدول الغربية باستخدام قضية المحتجين كأداة لأغراض سياسية. روان حمزة، الحدث. تجمع المئات من أهالي المعتقلين الإيرانيين أمام بوابة سجن إيفين شمال غرب طهران الذي يأوي آلاف المعتقلين السياسيين. أفاد مركز حقوق الإنسان الإيراني أن نحو 1500 شخص احتشدوا خارج مدخل السجن أملاً بالحصول على معلومات عن ذويهم. از هفت و نیم صبح مردم تجمع کردند.
كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تغيير البيت الأبيض لاستراتيجيته تجاه طهران. أوضحت أنه بات يخصص اجتماعات الأمن القومي لمناقشة خطة تقويض مساعيها النووية وتوفير معدات اتصالات للمتظاهرين. ذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يعد يأمل في التوصل لاتفاق نووي جديد، موضحة أن الغرب يمتلك وقتا كافيا في هذا الإطار، لأن تحميل الوقود النووي على رؤوس الصواريخ قد يستغرق من إيران عامين إضافيين. أشارت في هذا السياق إلى أن واشنطن أصدرت مؤخرا تقييماً أكدت فيه عدم امتلاكها أي دليل على وجود مشروع قيد التنفيذ لصنع قنبلة في إيران. نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تشديده على وجوب تعامل الإدارة الأمريكية مع حقيقة أن التهديد الإيراني للسلم والأمن الدوليين بات أكبر مما كان عليه قبل عامين. شرعت القوات العراقية بتعزيز وحدتها على الحدود مع كل من تركيا وإيران بعد الخروق والاعتداءات التركية والإيرانية التي طالت عددا من المناطق في إقليم كردستان العراق بذريعة محاربة الأحزاب الكردية المعارضة لطهران وأنقرة. هذا وقوبل قرار الحكومة الاتحادية في بغداد إعادة انتشار قواتها على الحدود بترحيب كردي، خصوصا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 8 من عناصرها جراء قصف تركي استهدف مواقع حماية مخيم الهول شمال شرق سوريا. يقتن المخيم عشرات الآلاف من النازحين وأفراد عائلات تنظيم داعش. شنت تركيا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفا مدفعيا على مناطق عدة في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا ومحافظة حلب شمالا، حيث استهدفت نقطة لقوات النظام شرق مدينة عين العرب من دون تسجيل أي خسائر بشرية. في السودان، أفادت مصادر بقوى الحرية والتغيير للحدث بقرب توقيع اتفاق إطاري والذي قد يتم قبل نهاية الأسبوع المقبل. المصادر أشارت أيضا إلى أن قوى الحرية والتغيير طالب بوضع برنامج زمني للتوصل لاتفاق نهائي قبل نهاية العام، مؤكدة توقيع 30 جسما على الإعلان السياسي المكمل للدستور الانتقالي في السودان. مساعد رئيس حزب الأمة القومي السوداني وعضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الصديق الصادق المهدي أكد للحدث أن هناك تفاهمات لتوقيع الاتفاق الإطاري، واصفا إياها بالجيدة جدا حيث ستعتبر ركيزة لتحقيق أهداف الثورة. تم التفاهمات جيدة جدا تجاه تحقيق هذه الأهداف السامية، والآن التفاهم يجري ليتم التوقيع على هذا الاتفاق بين الطرفين. فالذي حدث أن هذه التفاهمات بعد التوصل لها القيادات العسكرية سلمت وقعت عليها وسلمتها للوساطة الآلية الثلاثية وللسفراء الرباعية، والذي نحن بصدده الآن أن يتم التوقيع على هذه التفاهمات لتصبح مرتكزا. من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة في السودان الناظر محمد الأمين ترك أن مسودة الدستور المقترحة من قبل نقابة المحامين غير ملزمة بالنسبة لهم ولن يشاركوا فيها. أعتقد أنه حديث قوى الحرية والتغيير المركزية حديث حقيقة فيها نوع من الطغيان، وفيها نوع من عدم اعتراف الآخر، وفيها نوع من القطرسة والديكتاتورية المدنية والتجديد الاستعمار. ولكن أنا أعتقد أنه الآن هم حقيقة يعيشوا في مستنقع آخر، والشعب السوداني يعيش في آخر. قوى الحرية والتغيير هم حقيقة الذين أوصلوا البلاد إلى هذه المراحل، من ديمقراطية حشة إلى انقلاب عسكري، من ديمقراطية حشة إلى انقلاب عسكري إلى انتفاضة شعبية.
قررت السلطات المصرية الإفراج عن 30 سجينا على ذمة قضايا رأي. الإفراج عن السجناء 30 يأتي بالتزامن مع إطلاق جلسات الحوار الوطني في مصر. من جهته أكد عضو لجنة العفو الرئاسية المحامي طارق العوضي للحدث أنه تم الإفراج عن 1148 شخصا منذ إنشاء اللجنة قبل 7 أشهر. بدأت في تونس اليوم الجمعة الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل بقوانين ومعايير تنظيمية جديدة في ظل دعوات المعارضة لمقاطعتها وسط مخاوف من تأثير ذلك على نسبة المشاركة في التصويت. يشارك في هذه الحملة الانتخابية 1055 مترشحا سيتنافسون على 161 مقعدا في البرلمان، بينهم برلمانيون قدامى وسياسيون لكن أغلبهم أسماء جديدة في الساحة السياسية. وتجرى هذه الانتخابات بقانون انتخابي جديد أقره الرئيس قيس سعيد منتصف شهر سبتمبر الماضي، سيختار بموجبه التونسيون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار القوائم الحزبية. في اليمن أقرت ميليشيات الحوثي الانقلابية بمصر نحو 19 من حاملي رتب الضباط بصفوفهم، وذلك بالتزامن مع تصعيد العسكري المستمر على جبهات القتال. بحسب مصادر إعلامية، قتل الميليشيات كانوا يحملون رتبا عسكرية أبرزها عقيد ومقدم، وشيعت جثامينهم في صنعاء خلال الفترة ما بين 20 و24 من نوفمبر الجاري. شككت مصادر في مزاعم حوثية بمقتلهم جميعا في جبهات القتال، مشيرة إلى أن بعضهم قتلوا خلال اشتباكات بينية في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. وقتل القيادي الحوثي مصلح محمد المشاط شقيق رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي مهدي المشاط، قاد بصفوف الميليشيات الحوثية. زعموا أن مصلح المشاط قتل خلال معارك الميليشيات ضد الجيش الوطني اليمني، بينما زعم آخرون أن شقيق المشاط لقي حتفه متأثرا بمرض عضال، لكن مصادر محلية في صنعاء رجحت أن مصلح المشاط لقي حتفه ضمن التصفيات المحمومة بين قيادات الصف بالميليشيات الأول، خاصة بين محمد علي الحوثي وأحمد حامد الذي يعد رجل الظل بالنسبة لمهدي المشاط. ختام هذه النشرة مشاهدينا، تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وأيضا على الحدث.net. إلى اللقاء. كشفت جولة لكاميرا الحدث في ولاية كسل شرقي السودان عن أوضاع إنسانية صعبة جراء السيول والفيضانات. نحن القاش حاصرنا من كل الاتجاهات. عدد الضحايا وصل إلى 79 حالة وفاة، كما أن عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل فاقت 15,000. بعض المنظمات تحاول حصر حجم الأضرار، ولكن طبعا هي تفوق إمكانياتهم. كيف يمكن معالجة ما يجري في ولاية الجزيرة؟ عقدتم اليوم اجتماعا لقوى الحرية والتغيير الشق التوافق الوطني، ما الذي جرى في اجتماع اليوم؟ أي نقاط نوقشت؟ المطلوب الآن من القوى السياسية في السودان أن تسارع الخطى في التوافق حول أطر دستورية. ما تبقى من الفترة الانتقالية يحكمه كل الشعب السوداني، نحن ضد الإقصاء. لماذا لا تجتمع هذه القوى وتضع البلاد نصب عينيها أنه بالفعل هناك بلاد بحاجة إلى أن نصل إلى حل؟ إلى متى ستظل الأمور معلقة؟ الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه.
واشنطن تؤكد أن التحقيق الأممي في القمع بإيران دليل على الالتزام الدولي بمحاسبة النظام، وطهران تعتبره خطوة معادية. أهالي المعتقلين يحتشدون أمام سجن إيفين بطهران، والنظام يلجأ للإصلاحيين أملاً في إنهاء الاحتجاجات. العراق يبدأ بنشر تعزيزات على الحدود مع تركيا وإيران وسط ترحيب كردي. وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل بعثة لتقصي الحقائق في قمع الاحتجاجات التي تشهدها إيران. قال المجلس إن القرار اتخذ بموافقة 25 دولة واعتراض 6 دول وامتناع 16 عن التصويت. اتهم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الحرس الثوري وقوات البسيج بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، مؤكدا أن حصيلة قتل الاحتجاجات تجاوزت 300 شخص بينهم 40 طفلاً. انتهاكات صارخة حتى وإن حاول النظام الإيراني إخفاءها أو إنكارها، تبقى الصورة دليلاً ووصمة توثق ما طال المحتجين من عنف وتنكيل. منذ أكثر من شهرين علت أصوات المتظاهرين وصدحت بها شوارع إيران، صوت بات صداه مسموعاً دولياً، منهم من ندد بتجاوزات السلطات الإيرانية، ومنهم من دفع بقرارات لكبحها. العقلية القديمة لأصحاب السلطة في مجابهة الاحتجاجات لا تنفع، بل على العكس تفاقم من الأوضاع. نحن الآن نواجه أزمة على أعلى المستويات على صعيد حقوق الإنسان في إيران. اجتماع مجلس حقوق الإنسان ناقش القمع الدامي للتظاهرات التي تهز إيران، وأفضى إلى إقرار مبدأ فتح تحقيق دولي بشأن الوضع في البلد، أمر تشاركت فيه معه منظمة العفو الدولية التي دعت إلى تفعيل سريع لآلية التحقيق والمساءلة فيما تعرض له الآلاف من الإيرانيين، ووقف أعمال القتل خارج القانون والإخفاءات القسرية والعنف الجنسي. الوضع في إيران يستدعي قراراً حاسماً بإنشاء آلية مستقلة للتحقيق والمساءلة بشأن إيران لجمع وحفظ الأدلة على الجرائم المرتكبة والتصدي للإفلات من العقاب وإرسال رسالة واضحة إلى السلطات الإيرانية مفادها أن جرائمها بموجب القانون الدولي لن تمر بعد الآن بلا رادع. منظمة Human Rights Watch لفتت إلى أن النظام الإيراني لن تردعه مجرد تنديدات لفظية، وأن الوضع المتفجر في إيران يحتاج ردة فعل حاسمة. ينبغي لمجلس حقوق الإنسان الأممي تسليط الضوء على القمع المتزايد وإنشاء آلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات الحكومة الإيرانية ومحاسبة المسؤولين. رغم الكم الهائل من الأدلة التي تدين النظام الإيراني بالجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين، والتي دفعت أعضاء مجلس حقوق الإنسان الأممي بالدفع نحو الموافقة بتشكيل لجنة تقص للحقائق حول قمع الأمن الإيراني، إلا أن السلطات في طهران تواصل عملية الإنكار وتتهم الدول الغربية باستخدام قضية المحتجين كأداة لأغراض سياسية. روان حمزة، الحدث. تجمع المئات من أهالي المعتقلين الإيرانيين أمام بوابة سجن إيفين شمال غرب طهران الذي يأوي آلاف المعتقلين السياسيين. أفاد مركز حقوق الإنسان الإيراني أن نحو 1500 شخص احتشدوا خارج مدخل السجن أملا بالحصول على معلومات عن ذويهم. از هفت و نیم صبح مردم تجمع کردند. سوم آذر 1401
پنج شنبه 3 آذر مرگ بر خامنه ای هرمله حافظ نارمک كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تغيير البيت الأبيض لاستراتيجيته تجاه طهران. أوضحت أنه بات يخصص اجتماعات الأمن القومي لمناقشة خطط تقويض مساعيها النووية وتوفير معدات اتصالات للمتظاهرين. ذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يعد يأمل في التوصل لاتفاق نووي جديد، موضحة أن الغرب يمتلك وقتا كافيا في هذا الإطار، لأن تحميل الوقود النووي على رؤوس الصواريخ قد يستغرق من إيران 2 إضافيين. أشارت في هذا السياق إلى أن واشنطن أصدرت مؤخرا تقييما أكدت فيه عدم امتلاكها أي دليل على وجود مشروع قيد التنفيذ لصنع قنبلة في إيران. نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تشديده على وجوب تعامل الإدارة الأمريكية مع حقيقة أن التهديد الإيراني للسلم والأمن الدوليين بات أكبر مما كان عليه قبل 2. منعطف جديد في مسار المواجهة مع طهران تدخله واشنطن. صحيفة نيويورك تايمز قالت إن البيت الأبيض غير استراتيجيته تجاه إيران. اجتماعات بات يخصصها الأمن القومي لمناقشة خطط تقويض مساعي طهران النووية وتوفير معدات اتصالات للمتظاهرين بدل مناقشة استراتيجية التفاوض للعودة للاتفاق النووي. فالرئيس الأمريكي جو بايدن لم يعد يأمل في التوصل لاتفاق نووي جديد تقول الصحيفة، بعد توقف المفاوضات وما تلا ذلك من فرض عقوبات أمريكية جديدة على طهران، فضلاً عن دعم واشنطن الصريح للاحتجاجات الشعبية في أرجاء إيران. فالولايات المتحدة اتهمت طهران هذا الأسبوع بانتهاك الأراضي العراقية عبر شن هجمات استهدفت إقليم كردستان العراق. ومن خلال التقييمات العامة التي قدمتها إدارة بايدن، فقد أحرزت إيران تقدماً كبيراً بحيث بات بإمكانها تخزين الوقود المناسب لصنع القنبلة النووية في غضون أسابيع. هو أسلوب جديد تنهجه الولايات المتحدة في مواجهة إيران، ما يجعل أي عودة للاتفاق النووي تبدو غير واردة في الوقت المنظور على الأقل. بلال البجديني، الحدث. شرعت القوات العراقية بتعزيز وحداتها على الحدود مع كل من تركيا وإيران بعد الخروق والاعتداءات التركية والإيرانية التي طالت عددا من المناطق في إقليم كردستان العراق بذريعة محاربة الأحزاب الكردية المعارضة لطهران وأنقرة. هذا وقبل قرار الحكومة الاتحادية في بغداد إعادة انتشار قواتها على الحدود بترحيب كردي، خصوصا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. هناك لواءين في لواءين الحرس الحدود العراقي ويتخذان من الأول من محافظة دهوك تحديدا ناحية باتوفا بقضاء زاخو على الحدود العراقية التركية قرب الحدود مقرا لهم، واللواء الثاني هو في مناطق التي أنا فيها وهي منطقة سيدكان. وهذا طبعا اللواء الثاني للحرس الحدود العراقي، وهذه طبعا الألوية قد تشكلت بعد عام 2006 ضمن قوات حرس الحدود العراقي التي تتبع إلى وزارة الداخلية الاتحادية.
التعزيزات التي تدفع بها بغداد طبعا إلى مقر هذين اللواءين، ومن ثم تعزز النقاط بالقرب من الحدود العراقية التركية والحدود العراقية الإيرانية. واقع حال أيضا أن الحدود العراقية التركية منطقة فارغة أمنيا، الحدود الدولية المنطقة الصفرية أقصد هنا، والانتشار يكون بالقرب من الشريط الحدودي في مسافات متباينة. بهذا القرار، قرار بغداد وبتعزيز قواتها على الحدود العراقية الإيرانية الشريط الحدودي وأيضا التركية، تكون بغداد قد نسقت أيضا مع الجانب التركي في موضوع أن تدخل قوات من الحرس الحدود العراقي إلى بالقرب من الحدود العراقية التركية، بحيث تؤمن عدم تعرض الطائرات والمسيرات التركية إلى استهدافهم، ومن ثم يتم التنسيق حول الحدود واستعادة المناطق الفارغة أمنيا شيئا فشيئا. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 8 من عناصرها جراء قصف تركي استهدف مواقع حماية مخيم الهول شمال شرق سوريا. يقطن المخيم عشرات الآلاف من النازحين وأفراد عائلات تنظيم داعش. شنت تركيا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفا مدفعيا على مناطق عدة في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا ومحافظة حلب شمالا، حيث استهدفت نقطة لقوات النظام شرق مدينة عين العرب من دون تسجيل أي خسائر بشرية. أنا كمواطن كردي من مدينة قامشلو منزعج جدا من موقف الروسي والأمريكي، لأن موقفهما ضعيف جدا. حتى الآن لم يصدر بيان رسمي من البنتاغون ولا من روسيا يندد أو يشجب أو يمنع الهجمات على منطقة قامشلو. في الحقيقة لازم الدول الضامنة توقف هذه الهجمات، وخصوصا الطيارات المسيرة يوميا عم يضرب العالم. نحن وقفنا مع المجتمع الدولي ضد داعش، وقدمنا كثير من الشهداء والضحايا، وتهجروا كثير من العالم. يعني هلا نحن محتاجين لامريكا وروسيا وما يوقفوا معنا. مطلوب الان من القوى من الامريكيه والروسيه طبعا موقف مخزي مع الاسف. يعني عم يقولوا نحن مع القصد ومع الاكراد وهون خط الاحمر، ولحد الان ما لا بيان ضد تركيا ولا موقف ولا اي شيء. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. ميليشيات الحوثي تقر بمقتل 19 قيادياً بينهم شقيق رئيس مجلسها السياسي. التونسي قيس سعيد مسودة الدستور الجديد في تونس يعيش انقسامات. يتم اليوم تمكين رئيس الجمهورية من الاطلاع على مسودة مشروع الدستور. موقف الشارع من كل ما يحدث من هذا الحوار، ما هي مصلحة الاتحاد في إغلاق المجال الجوي؟ الوضع الاقتصادي والاجتماعي متأزم جدا. ما هو المطروح فعليا إذا ما صوت التونسيون بلا؟ ما علاقة عيشنا إذا كان التونسيون يعيشون في الخصاصة؟ الاحتمالات كلها مفتوحة. رئيس الجمهورية اليوم أمام امتحان صعب. هل تعتقد فعلا بأن هذا الحوار الآن سيكون مماثلا لكل الشعب التونسي؟ هذا ليس مبررا كافيا أن يتجاهل رئيس الجمهورية مطالب الشغالين. سيتضمن الدستور الجديد في بابه الأول أولوية الاقتصاد. بما أنه هو دستور مستقبلي، ما الذي يضمن بأنه يحصل على الأصوات الكافية في الاستفتاء؟ في خبر مجرد، بل تغلفها طبقات من الغموض الكامن في الوقائع، الخلفيات والتداعيات، والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغوص في أعماق الحدث وقراءة ما بين السطور. 19 اكتشف ما بين السطور من الاثنين إلى الجمعة على شاشة الحدث.
أهلا بكم. بعد إعلان قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الاتفاق مع المكون العسكري على اتفاق إطاري قبل نهاية الشهر الحالي، استبعدت مصادر من المكون العسكري للحدث توقيع الاتفاق، وعزت السبب إلى عدم توافق القوى السياسية خارج المجلس المركزي للحرية والتغيير وعدم توصلها لصيغة مشتركة. مساعد رئيس حزب الأمة القومي السوداني وعضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الصديق الصادق المهدي أكد للحدث أن هناك تفاهمات لتوقيع الاتفاق الإطاري، واصفا إياها بالجيدة جدا حيث ستعتبر ركيزة لتحقيق أهداف الثورة. تم التفاهمات جيدة جدا تجاه تحقيق هذه الأهداف السامية، والآن التفاهم يجري ليتم التوقيع على هذا الاتفاق بين الطرفين. فالذي حدث أن هذه التفاهمات بعد التوصل لها القيادات العسكرية سلمت وقعت عليها وسلمتها للوساطة الآلية الثلاثية وللسفراء الرباعية، والذي نحن بصدده الآن أن يتم التوقيع على هذه التفاهمات لتصبح مرتكزا. من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة في السودان الناظر محمد الأمين ترك إن مسودة الدستور المقترحة من قبل نقابة المحامين غير ملزمة بالنسبة لهم ولن يشاركوا فيها. أعتقد أنه حديث قوى الحرية والتغيير المركزية حديث حقيقة فيها نوع من الطغيان، وفيها نوع من عدم ائتلاف الآخر، وفيها نوع من القطرسة والديكتاتورية المدنية والتجديد الاستعمار. ولكن أنا أعتقد أنه الآن هم حقيقة يعيشوا في مستنقع آخر، والشعب السوداني يعيش في آخر. قوى الحرية والتغيير هم حقيقة الذين أوصلوا البلاد إلى هذه المراحل، من ديمقراطية حشة إلى انقلاب عسكري، من ديمقراطية حشة إلى انقلاب عسكري إلى انتفاضة شعبية. ترك وصف للحدث تصريحات قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي بشأن الحل بالمتغطرسة، متهما إياها بإيصال البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم. نحن أولا هذا الدستور بالنسبة لنا غير ملزم، يعني لأنه هو لم يكن كتاب سماوي، يعني بل هو حاجة كتبتها نقابة، يعني نقابة بتاعت مجموعة واحدة وهي ذاتها مختلفة عليها. لكن أنا أفتكر أنه يا أخوانا الكلام الدسديس والهناي ده ما بينفع. الدستور ده نحن نشك أنه هو بتاع محامين. أنا أعتقد أنه الدستور الانتقالي الآن الذي عدت له نقابة المحامين، نحن لم نكن جزء منه ولم حقيقة يعني يمر علينا للتدارس والتفاكر، ولكن مما نسمعه أو عبر مشاهدتنا لبعض المواقع الذي توجد به هذه الوثيقة أو بالمراسلات التي تتم من بعض الأشخاص، نرى أن حقيقة هذه الوثيقة تفتقر إلى أشياء كثيرة جدا. قررت السلطات المصرية الإفراج عن 30 سجينا على ذمة قضايا الرأي. الإفراج عن السجناء 30 يأتي بالتزامن مع إطلاق جلسات الحوار الوطني في مصر. من جهته أكد عضو لجنة العفو الرئاسية المحامي طارق العوضي للحدث أنه تم الإفراج عن 1148 شخصا منذ إنشاء اللجنة قبل 7 أشهر. حتى اليوم تم العفو عن 1148 شخص على وجه التحديد والدقة، يعني في مدة لا تتجاوز 7 أشهر. اللجنة منذ بدايتها وضعت مجموعة من المعايير الموضوعية، واللجنة التي وضعت هذه المعايير لنفسها، أهم هذه المعايير أننا نتحدث عن محبوسين في قضايا رأي سواء صادر ضدهم أحكام أو محبوسين احتياطياً.
الأمر الذي استوجب تنسيقا مع عدد كبير من المؤسسات سواء الأمنية أو القضائية في مصر، مكتب المعالي النائب العام، وزارة الداخلية، قطاع الأمن الوطني، مؤسسة الرئاسة، حالة من الإصرار على يعني تنفيذ هذه المبادرة وفتح صفحة جديدة تحت شعار وطني يتسع للجميع. بدأت في تونس اليوم الجمعة الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 من ديسمبر المقبل بقوانين ومعايير تنظيمية جديدة في ظل دعوات المعارضة لمقاطعتها وسط مخاوف من تأثير ذلك على نسبة المشاركة في التصويت. يشارك في هذه الحملة الانتخابية 1055 مترشحا سيتنافسون على 161 مقعدا في البرلمان، بينهم برلمانيون قدامى وسياسيون، لكن أغلبهم أسماء جديدة في الساحة السياسية. وتجرى هذه الانتخابات بقانون انتخابي جديد أقره الرئيس قيس سعيد منتصف شهر سبتمبر الماضي، سيختار بموجبه التونسيون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار القوائم الحزبية. في اليمن أقرت ميليشيات الحوثي الانقلابية بمصرع نحو 19 من حاملي رتب الضباط في صفوفها، وذلك بالتزامن مع تصعيدها العسكري المستمر على جبهات القتال. بحسب مصادر إعلامية، قتلى الميليشيات كانوا يحملون رتبا عسكرية أبرزها عقيد ومقدم، وشيعت جثامينهم في صنعاء خلال الفترة ما بين 20 و24 من نوفمبر الجاري. شككت مصادر في مزاعم حوثية بمقتلهم جميعا في جبهات القتال، مشيرة إلى أن بعضهم قتلوا خلال اشتباكات بينية في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. قتل القيادي الحوثي مصلح محمد المشاط، شقيق رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي مهدي المشاط. قاد في صفوف الميليشيات الحوثية زعموا أن مصلح المشاط قتل خلال معارك الميليشيات ضد الجيش الوطني اليمني، بينما زعم آخرون أن شقيق المشاط لقي حتفه متأثرا بمرض عضال، لكن مصادر محلية في صنعاء رجحت أن مصلح المشاط لقي حتفه ضمن التصفيات المحمومة بين قيادات الصف في الميليشيات الأول، خاصة بين محمد علي الحوثي وأحمد حامد الذي يعد رجل الظل بالنسبة لمهدي المشاط. بعد مرور 7 أعوام على اجتياح الحوثيين لمدينة عدن، لا تزال مخلفات الحرب تفتك بالمدنيين. قالت شرطة العاصمة المؤقتة عدن في بيان لها إن شخص على الأقل قتل وأصيب آخر في انفجار قذيفة من مخلفات الحرب الحوثية في منطقة البساتين. أوضحت بأن التفجير ناجم عن قيام شخص بمحاولة قص بقايا مدفع دبابة كان يحتوي على قذيفة، ما أدى إلى انفجارها ومقتلها على الفور وإصابة شخص آخر بجروح بالغة. من بين أطلال المباني المهدمة في مدينة عدن اليمنية، يبعث الفنان الشاب علاء روبل رسائل سلام مغلفة بالفن عبر الرسومات جدارية تجسد معاناة أهل المدينة والعائلات التي رحلت نتيجة الحرب الحوثية التي عاشها السكان قبل 7 أعوام. لا تزال مخلفات الحرب الحوثية وأثارها ندبة غائرة على ملامح مدينة عدن بعد مرور 7 سنوات على اجتياح ميليشيات الحوثي للمدينة. ومن بين أنقاض بقايا المباني المهدمة في مدينة عدن، يبعث الفنان الشاب علاء روبل رسائل سلام مغلفة بالفن عبر رسومات جدارية تحت شعار معاناة صامتة تجسد معاناة سكان المدينة. بدأت الرسم على الجدران المدمرة، أجت لي فكرة بسبب المعاناة اللي عانيناها ب 2015، ففكرت إن أنا أرسم شيء جديد بالمباني المهدمة عشان أعمل رسالة لقضايا للناس اللي تهدمت بيوتها وتشردت. ويرسم الفنان العدني علاء روبل صوراً لأشخاص يرمزون إلى العائلات التي رحلت والمنازل التي تهدمت، ليحول جدرانها إلى لوحات فنية تبرز معاناة سكان المنازل التي كانت تؤويهم في يوم من الأيام.
وتوضح الرسومات تداعيات الحرب التي تركت أثرها العميق في ذاكرة الفنان العدني الذي يسكن في حي تعرض جزء منه للدمار بسبب الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي مطلع عام 2015. وخلافاً لصور الموت التي اقترنت بالاجتياح الحوثي، تحمل كل لوحة من لوحات علاء روبل قضية إنسانية ورسائل حب والسلام ونبذاً للعنف والكراهية. أكد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أوليكسي دانيلوف مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين تواجدوا في القرم لمساعدة روسيا في قيادة الطائرات المسيرة حسب The Guardian البريطانية. المسؤول الأوكراني هدد باستهداف أي عسكري إيراني موجود على الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا. أوضاع إنسانية قاسية في مدينة ميكولايف الأوكرانية، المدينة الواقعة على خط النار منذ بداية الحرب، نزح معظم سكانها أمام من بقي فلا يجد حتى مياه صالحة للشرب، بينما تحاول الدولة إيجاد حلول سريعة لمساعدة السكان. كاميرا الحدث رصدت هذه الأوضاع الصعبة، نتابع. أعلن إيلون ماسك في تغريدة على تويتر أنه قرر بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصة واستمر 24 ساعة إصدار عفو عام عن الحسابات المجمدة على موقعه وإعادة تفعيلها اعتبارا من الأسبوع المقبل. كان ماسك طلب من المشتركين في المنصة التصويت عبر تغريداتهم في استفتاء حول منح الحسابات المجمدة عفوا عاما شرط ألا تكون انتهكت القوانين أو أرسلت بريدا عشوائيا فاضحا. كانت النتيجة أن أجاب 72.4% من المغردين بنعم، في حين أجاب 27.6% منهم بلا. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء. حشود عسكرية كبيرة انتشرت على طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس. القوات في كل مكان والميليشيات تتحكم في كل شيء في العاصمة. هل سندخل في صدام مسلح بين حكومة الدبيبة وبشاغة؟ هناك انسداد في المسار السياسي، وهناك انسداد الآن في المسار العسكري. أكثر من مرة تتفجر الاشتباكات في العاصمة طرابلس، هذه المرة علامة. الاشتباكات التي اندلعت هي ذات طابع سياسي بحت. لا أتكلم عن الاشتباكات السياسية بقدر ما أتكلم عن أحداث حافلة تتحمل مسؤوليتها الحكومة الموجودة في العاصمة طرابلس. لو زادت المواجهات العسكرية هناك لن تتم الضبط ولن يتم وقف إطلاق النار وستكون المأساة كبيرة. أيا كان السبب وأيا كان البادئ، راح ضحية هذه العملية غير المحسوبة عدد كبير من الأبرياء والمدنيين. الحالة الميليشاوية التي تمر بها البلاد الآن، ألا تضع ليبيا في موقف خطير وتصعيدي ربما يصل إلى مربع لن يستطيع أحد منه النجاة؟ وقعت القذيفة الآن والشظايا تتطاير حولنا والقوات ينصرحوننا بالهروب.
حيث أن العربية والأمريكية أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة. ليه؟ نبتعد قليلاً. واشنطن تؤكد أن التحقيق الأممي في القمع بإيران دليل على الالتزام الدولي بمحاسبة النظام، وطهران تعتبره خطوة معادية. أهالي المعتقلين يحتشدون أمام سجن إيفين بطهران، والنظام يلجأ للإصلاحيين أملاً في إنهاء الاحتجاجات. العراق يبدأ بنشر تعزيزات على الحدود مع تركيا وإيران وسط ترحيب كردي. أهلا بكم مشاهدينا. وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل بعثة لتقصي الحقائق في قمع الاحتجاجات التي تشهدها إيران. قال المجلس إن القرار اتخذ بموافقة 25 دولة واعتراض 6 دول وامتناع 16 عن التصويت. اتهم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تيرك الحرس الثوري وقوات البسيج بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، مؤكدا أن حصيلة قتل الاحتجاجات تجاوزت 300 شخص بينهم 40 طفلا. انتهاكات صارخة حتى وإن حاول النظام الإيراني إخفاءها أو إنكارها، تبقى الصورة دليلاً ووصمةً توثق ما طال المحتجين من عنف وتنكيل. منذ أكثر من شهرين عالت أصوات المتظاهرين وصدحت بها شوارع إيران، صوت بات صداه مسموعاً دولياً. منهم من ندد بتجاوزات السلطات الإيرانية، ومنهم من دفع بقرارات لكبحها. العقلية القديمة لأصحاب السلطة في مجابهة الاحتجاجات لا تنفع، بل على العكس تفاقم من الأوضاع. نحن الآن نواجه أزمة على أعلى المستويات على صعيد حقوق الإنسان في إيران. اجتماع مجلس حقوق الإنسان ناقش القمع الدامي للتظاهرات التي تهز إيران، وأفضى إلى إقرار مبدأ فتح تحقيق دولي بشأن الوضع في البلد، أمر تشاركت فيه معه منظمة العفو الدولية التي دعت إلى تفعيل سريع لآلية التحقيق والمساءلة فيما تعرض له الآلاف من الإيرانيين، ووقف أعمال القتل خارج القانون والإخفاءات القسرية والعنف الجنسي. الوضع في إيران يستدعي قراراً حاسماً بإنشاء آلية مستقلة للتحقيق والمساءلة بشأن إيران، لجمع وحفظ الأدلة على الجرائم المرتكبة والتصدي للإفلات من العقاب، وإرسال رسالة واضحة إلى السلطات الإيرانية مفادها أن جرائمها بموجب القانون الدولي لن تمر بعد الآن بلا رادع. منظمة Human Rights Watch لفتت إلى أن النظام الإيراني لن تردعه مجرد تنديدات لفظية، وأن الوضع المتفجر في إيران يحتاج ردة فعل حاسمة. ينبغي لمجلس حقوق الإنسان الأممي تسليط الضوء على القمع المتزايد وإنشاء آلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات الحكومة الإيرانية ومحاسبة المسؤولين. رغم الكم الهائل من الأدلة التي تدين النظام الإيراني بالجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين، والتي دفعت أعضاء مجلس حقوق الإنسان الأممي بالدفع نحو الموافقة بتشكيل لجنة تقص للحقائق حول قمع الأمن الإيراني، إلا أن السلطات في طهران تواصل عملية الإنكار وتتهم الدول الغربية باستخدام قضية المحتجين كأداة لأغراض سياسية. روان حمزة، الحدث. تجمع المئات من أهالي المعتقلين الإيرانيين أمام بوابة سجن إيفين شمال غرب طهران الذي يأوي آلاف المعتقلين السياسيين. أفاد مركز حقوق الإنسان الإيراني أن نحو 1500 شخص احتشدوا خارج مدخل السجن أملاً بالحصول على معلومات عن ذويهم. از هفته نیمی صبح مردم تجمع کردند.
كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تغيير البيت الأبيض لاستراتيجيته تجاه طهران. أوضحت أنه بات يخصص اجتماعات الأمن القومي لمناقشة خطة تقويض مساعيها النووية وتوفير معدات اتصالات للمتظاهرين. ذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يعد يأمل في التوصل لاتفاق نووي جديد، موضحة أن الغرب يمتلك وقتا كافيا في هذا الإطار، لأن تحميل الوقود النووي على رؤوس الصواريخ قد يستغرق من إيران عامين إضافيين. أشارت في هذا السياق إلى أن واشنطن أصدرت مؤخرا تقييما أكدت فيه عدم امتلاكها أي دليل على وجود مشروع قيد التنفيذ لصنع قنبلة في إيران. نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تشديده على وجوب تعامل الإدارة الأمريكية مع حقيقة أن التهديد الإيراني للسلم والأمن الدوليين بات أكبر مما كان عليه قبل عامين. شرعت القوات العراقية بتعزيز وحدتها على الحدود مع كل من تركيا وإيران بعد الخروق والاعتداءات التركية والإيرانية التي طالت عددا من المناطق في إقليم كردستان العراق بذريعة محاربة الأحزاب الكردية المعارضة لطهران وأنقرة. هذا وقوبل قرار الحكومة الاتحادية في بغداد إعادة انتشار قواتها على الحدود بترحيب كردي، خصوصا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 8 من عناصرها جراء قصف تركي استهدف مواقع حماية مخيم الهول شمال شرق سوريا. يقتن المخيم عشرات الآلاف من النازحين وأفراد عائلات تنظيم داعش. شنت تركيا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفا مدفعيا على مناطق عدة في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا ومحافظة حلب شمالا، حيث استهدفت نقطة لقوات النظام شرق مدينة عين العرب من دون تسجيل أي خسائر بشرية. في السودان، أفادت مصادر بقوى الحرية والتغيير للحدث بقرب توقيع اتفاق إطاري والذي قد يتم قبل نهاية الأسبوع المقبل. المصادر أشارت أيضا إلى أن قوى الحرية والتغيير طالب بوضع برنامج زمني للتوصل لاتفاق نهائي قبل نهاية العام، مؤكدة توقيع 30 جسما على الإعلان السياسي المكمل للدستور الانتقالي في السودان. مساعد رئيس حزب الأمة القومي السوداني وعضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الصديق الصادق المهدي أكد للحدث أن هناك تفاهمات لتوقيع الاتفاق الإطاري، واصفا إياها بالجيدة جدا حيث ستعتبر ركيزة لتحقيق أهداف الثورة. تم التفاهمات جيدة جدا تجاه تحقيق هذه الأهداف السامية، والآن التفاهم يجري ليتم التوقيع على هذا الاتفاق بين الطرفين. فالذي حدث أن هذه التفاهمات بعد التوصل لها القيادات العسكرية سلمت وقعت عليها وسلمتها للوساطة الآلية الثلاثية وللسفراء الرباعية، والذي نحن بصدده الآن أن يتم التوقيع على هذه التفاهمات لتصبح مرتكزا. من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة في السودان الناظر محمد الأمين ترك أن مسودة الدستور المقترحة من قبل نقابة المحامين غير ملزمة بالنسبة لهم ولن يشاركوا فيها. أعتقد أنه حديث قوى الحرية والتغيير المركزية حديث حقيقة فيها نوع من الطغيان، وفيها نوع من عدم اعتراف الآخر، وفيها نوع من القطرسة والديكتاتورية المدنية والتجديد الاستعمار. ولكن أنا أعتقد أنه الآن هم حقيقة يعيشوا في مستنقع آخر، والشعب السوداني يعيش في آخر. قوى الحرية والتغيير هم حقيقة الذين أوصلوا البلاد إلى هذه المراحل، من ديمقراطية حشة إلى انقلاب عسكري، من ديمقراطية حشة إلى انقلاب عسكري إلى انتفاضة شعبية.
قررت السلطات المصرية الإفراج عن 30 سجينا على ذمة قضايا رأي. الإفراج عن السجناء 30 يأتي بالتزامن مع إطلاق جلسات الحوار الوطني في مصر. من جهته أكد عضو لجنة العفو الرئاسية المحامي طارق العوضي للحدث أنه تم الإفراج عن 1148 شخصا منذ إنشاء اللجنة قبل 7 أشهر. بدأت في تونس اليوم الجمعة الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل بقوانين ومعايير تنظيمية جديدة في ظل دعوات المعارضة لمقاطعتها وسط مخاوف من تأثير ذلك على نسبة المشاركة في التصويت. يشارك في هذه الحملة الانتخابية 1055 مترشحا سيتنافسون على 161 مقعدا في البرلمان، بينهم برلمانيون قدامى وسياسيون لكن أغلبهم أسماء جديدة في الساحة السياسية. وتجرى هذه الانتخابات بقانون انتخابي جديد أقره الرئيس قيس سعيد منتصف شهر سبتمبر الماضي، سيختار بموجبه التونسيون مرشحهم على أساس فردي بدلا من اختيار القوائم الحزبية. في اليمن أقرت ميليشيات الحوثي الانقلابية بمصرع نحو 19 من حاملي رتب الضباط بصفوفهم، وذلك بالتزامن مع تصعيدها العسكري المستمر على جبهات القتال. بحسب مصادر إعلامية، قتل الميليشيات كانوا يحملون رتبا عسكرية أبرزها عقيد ومقدم، وشيعت جثامينهم في صنعاء خلال الفترة ما بين 20 و24 من نوفمبر الجاري. شككت مصادر في مزاعم حوثية بمقتلهم جميعا في جبهات القتال، مشيرة إلى أن بعضهم قتلوا خلال اشتباكات بينية في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. وقتل القيادي الحوثي مصلح محمد المشاط شقيق رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي مهدي المشاط، قاد بصفوف الميليشيات الحوثية زعموا أن مصلح المشاط قتل خلال معارك الميليشيات ضد الجيش الوطني اليمني، بينما زعم آخرون أن شقيق المشاط لقي حتفه متأثرا بمرض عضال، لكن مصادر محلية في صنعاء رجحت أن مصلح المشاط لقي حتفه ضمن التصفيات المحمومة بين قيادات الصف بالميليشيات الأول، خاصة بين محمد علي الحوثي وأحمد حامد الذي يعد رجل الظل بالنسبة لمهدي المشاط. ختام هذه النشرة مشاهدينا، تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وأيضا على الحدث دوت نت. إلى اللقاء.